الغزالة ديولي، إلا كنتو من محبين ديال البسبوسة تعالي يا لالا نوريك البسبوسة اللي هي غادي تنجح معاك من أول مرة، واخا تكوني عمرك ما عملتي البسبوسة. تعالي يا لالا ونقول لك على المقادير اللي هما بأبسط أبسط 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 الطرق، وغتكون ناجحة من أول تجربة ليك. كنتمنى بأن هذا الفيديو يكون نال إعجابكم، وإن شاء الله تابعي معايا الفيديو من الأول للآخر. بالنسبة للناس اللي كيزوروا القناة ديالي كنتقول لكم مرحبا وألف مرحبا، خليوا لي واحد اللايك وواحد الكومونتير اللي هو زوين بالنسبه اللي كيشوفوا القناه، يضغطوا على زر الاشتراك وما تنساوش الجرس ما هو جديد. مرحبا والف مرحبا، خليكم معايا باش نقول لكم على المقادير. تشوفوا حبوباتي المقادير غادي نعملهم معكم النواشف بوحدهم. كيف ما كتشوفوا هنا كنجيبوا ثلاثه ديال الكيسان ديال السميده اللي هي كنعملوا بها الحرشه او البسبوسه. هنا عندنا ثلاثه الكيسان، بسم الله، غادي نعملوا معاهم ثلاثه ديال المعالق ديال الكوك. اللي ما كيبغيش البنه ديال الكوك ممكن بانها تحيدوها، يعني هذه غير اضافه. كيف ما كتشوفوا هنايا غادي نحتاجوا واحد الخماره، هنا غادي نحرك هذا الشيء النواشف كيف ما كتشوفوا بوحدهم في الاول. غادي نخليها هنا على جنب. دابا غادي نبداو نصوبوه في الزبده والسكر والسيرو اللي هو غادي نقول لكم عليه شنو غادي كيفاش تعملوا، اللي هو السيرو الثقيل ديال الكنافه غنحتاجوه حتى هو. خليكم معايا نكمل معكم بقيه المقادير. كيف ما كتشوفوا اولا كنجيبوا كاس ديال اللبن، هادشي كلشي غادي نعملوه هنايا في هاد الكاسرون هادي كله مع بعضه. غادي نضيفوا عليه كاس ديال السكر، وغادي نضيفوا عليه كاس ديال الزبده او ممكن كاس ديال السمنه، وغادي نضيف كاس اللي هي او الصوص اللي هي كنعملوها اللي كنسقوا بها الكنافه اللي هي ثقيله. غادي نقول لكم شنو هي كيف ما كتشوفوها، هي ها ما عامله هنا في كاسرون. هنا كنعملوا جوج كيسان ديال السكر، كنعملوا معاه كاس واحد ديال الماء، وطبعا طريفه ديال الحامض. هذا هو اللي غادي نحتاجو، هادشي كامل غادي نحتاجو نعملو مع بعضياته. كيف ما كتشوفوا كنحتاجو هنا كاس صغير ماشي كبير وما عامرش، ديال الشوربه. كيف ما كتشوفوا كاس ما عامرش ديال الشوربه غنعملو نضيفوه هنايا. غادي نخلط هادشي كامل، غادي نحطو فوق النار تقريبا اللي هي 3 ديال الدقيق بالضبط، ومن بعد غادي نجي نكمل معاكم البسبوسه. كيف ما كتشوفوا حبوباتي هنايا بعد ما ضفنا كاس ديال الزبده، ضفنا كاس ديال السكر، ضفنا كاس ديال الحليب، وضفنا معاه كاس ما عامرش ديال العسل ديال الكنافه اللي هي الشوربه ديال الكنافه اللي حنا كنعملوها من الفوق، لاصوص اللي كتكون ثقيله، العسل ديال الكنافه. كيف ما قلت لكم راه كتعملوا فيها جوج كيسان ديال السكر سنيده، وكتعملوا معاها كاس ديال الماء، وكتعملوا معاها طريفه ديال الحامض. طبعا غير العسل اللي غنديروه خفيف اللي هي غادي نسقيو به الكنافه في الاخر بعد ما نطلعها من الفران. المهم ما كنخليوش بانه يغلي، يعني كيف ما قلت لكم هي لمده 5 دقائق او 3 دقائق. فكيف ما كتشوفوا دابا انا طفيت عليه هنايا، كنبقى نحرك حتى كيتجانس هادشي كامل مع بعضياته، وعاد غادي نضيفوا اللي هي العجين ديال البسبوسه. كيف ما كتشوفوا حبوباتي كيكون هادشي تجانس مع بعضه، غادي ننزلو بحال هكا، وغادي نبداو نخلطو مزيان البسبوسة ديالنا.
نكملوا هذه الكميه وكنبقاو نعجنوا حنا في هذه البسبوسه الحركايه باش كتجي تبارك الله مرمله. كنجيب المول اللي غادي نعمل فيه بسبوسه، كنكون داهنه انا بالزبده وغادي نبدا ندير. بغيتي كيف ما كتشوفوا واجده غندخلها دابا الفران بما طابت ان شاء الله باذن الله، ومن بعد غادي نسقيها معكم باللي هو العسل الخفيف اللي هو كنعملوا جوج كيسان ديال سنيده، كنعملوا معاهم كاسونس ديال الماء، كنعملوا معاهم طريف ديال الحامض وكنخليهم يغليو تقريبا كياخذوش بزاف واحد 10 دقائق حتى 15 دقيقه على نار هاديه وكنحيدهم، وهما اللي غادي نسقي بهم البسبوسه ديالتنا. وطبعا كتكون الشوربه شويه بارده ما تكونش سخونه بزاف لان ماشي بحال الكنافه، اللي كنبغيو الشوربه تكون سخونه. فالمهم كيف ما كتشوفوا دابا غادي ندخلها الفرن ومن بعد ان شاء الله باذن الله نخرجها ونوريكم الشكل ديالها. شوفوا حبوباتي هنا بعد ما طلعتها من الفرن السيرو او العسل جاهز، غادي نسقيوها رجع الفران وهو طافي غير هذيك السخونيه ديالو تقريبا كنخليها واحد 3 حتى 5 دقائق وغادي نرجعها عاوتاني. كيف ما كتشوفوا حبوباتي هنايا من بعد ما سقيتها وساليتها، بالنسبه للتزيين كل واحد على حسب هو كيفاش بغى يزينها. انا غادي نعمل ليها شويه ديال النوازيت من الفوق، او ممكن تزوقوها حتى بالقرقع ولا باللوز ولا باي حاجه عندكم، ممكن تزوقوها حتى بالكوك حتى هو تعملوه من الفوق. المهم خليكم معايا غادي نقطعها عرفتي مع داك العسل اللي كيتسقى كتولي رطبه. هانتو الغزالات ديالي، شوف اش كتجي، كتجي خطيرة. عرفتي ولا العسل كندير يعني درت العسل على قدها يعني، شوف شوفو كيفاش كتجي، كتجي رطبة هشيشة غزالة ما شهيتكم فيها. ندوق معاكم الطريف غزالة يا بنات، جربوها كتجي فنة فنة فنة، التحميره ديال الوجه بصراحه. شوفوا الشكل ديالها راه باقا سخونه ولكن الشكل ديالها خطير يا البنات، جربوها انا عارفه بانها غادي تعجبكم. ايوا وصلنا لنهايه الفيديو حبوباتي، كنتمنى بان هذا الفيديو يكون نال اعجابكم، ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو صحابكم وحبابكم. بالنسبه للناس اللي كيشوفوا اول مره القناه ديالي، الى عجبكم هذا الفيديو هذا ضغطوا على زر الاشتراك، ما تنساوش واحد الجرس تفعلوه باش يوصلكم كل جديد، وما تنساوش تخليوا لي واحد اللايك اللي هو فضلا وليس امرا الى عجبكم هذا الفيديو هذا. المهم كنتمنى يا ربي بان هذا الفيديو يكون خفيف وظريف على قلوبكم. خليت لكم الراحه مع مانسي مروه، مع السلامه.